استشهاد ضابطين في حادث استهداف سيارة أمن مركزي بدائري المعالي. وزيرة التخطيط تؤكد أن الإصلاح الإداري لن يضر أي موظف في الدولة. وزير النقل يؤكد أن قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية يحقق مكاسب كبيرة. الخامسة عصرا مشاهدينا بتوقيت القاهرة، موعد هذه الجولة الجديدة من أونلايف، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وناقش الاجتماع آخر تطورات بشأن الوضع الأمني والاستراتيجي في البلاد. استشهد نقيب أحمد إبراهيم عبد النبي متأثرا بإصابته إجراء حادث تفجير عربة الأمن المركزي على طريق الأوتوستراد فجر اليوم. كان مسؤول مركز الإعلام الأمني قد صرح بأنه تم استهداف سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تقل مجموعة من ضباط ومجند الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد، ذلك بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق. أسفر الحادث عن استشهاد الملازم أول علي أحمد شوقي على علي عبد الخالق بجانب النقيب أحمد عبد النبي وإصابة ثلاثة آخرين. هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة. إلى ذلك أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الحادثة الإرهابية على سيارة الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد والذي استشهد فيه ضابط شرطة، فيما أصيب أربعة آخرون. وأكد المفتي أن هذه العمليات الآثمة لن تفت من عضد الرجال، كما أنها لن تنال من عزيمة الشعب المصري في مواجهة التطرف والإرهاب. وأوضح أن هذه المجموعات الآثمة لم تراعي حرمة الشهر الكريم وذهبت لتقتل وتفسد في الأرض، متوجها بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. أعرب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة ارتقاء علاقات التعاون الثنائي مع النمسا لآفاق جديدة وخاصة. واستعرض اللقاء الاستعدادات المتعلقة بعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية النمساوية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي من المقرر أن تستضيفها مصر قريبا. استقبل وزير الخارجية سامح شكري جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي. تناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الأوروبي والمشروعات الحالية والمستقبلية للبنك في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك في إطار الإسهام في تدعيم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الفرص الاستثمارية في البلاد. قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هلا السعيد أن اجتماع لجنة الإصلاح الإداري تطرق لكيفية تطوير الجهاز الإداري للدولة، موضحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه لن يضار أي موظف في عملية الإصلاح الإداري. تم عرض رؤية الإصلاح الجهاز الإداري، وطبعا هذه الرؤية منبثقة من رؤية مصر 2030، إن احنا كلنا بنأمل أن يكون لدينا جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالكفاءة والفاعلية ويقدم خدمات مرتفعة الجودة للمواطنين، لأن المواطن هو الهدف الأسمى من أي عملية إصلاح.
عشان نبدأ في إطار الإصلاح كان لابد من وجود إطار مؤسسي بيتم من خلاله عملية الإصلاح الإداري، فتم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري اللي زي ما قلت لحضراتكم أول اجتماع كان لها النهاردة. بالإضافة إلى هذا هناك لجنة أخرى للإصلاح الإداري موسعة بتضم نفس هذه الخبرات الموجودة في اللجنة العليا ولكن بشكل أوسع داخل وزارة التخطيط، بحيث أنها بتعمل كأمانة فنية للجنة العليا للإصلاح الإداري، فنفس المجموعة الخبرات اللي موجودة في اللجنة العليا للإصلاح الإداري ولكن بشكل أوسع بتشتغل كأمانة فنية داخل لجنة الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى وجود لجان فرعية لهذه اللجنة. ففي اللجنة الخاصة بالتدريب، اللجنة الخاصة بالتطوير المؤسسي اللي بتقترح تشكيل أو إنشاء هياكل أو وحدات تنظيمية جديدة أو تبسيط دورات العمل داخل الوزارات، كلنا بنعاني من تعقد الإجراءات وتعقد دورات العمل، فهذه اللجنة بتنظر في تبسيط الإجراءات وتبسيط دورة العمل داخل الوزارات، بالإضافة إلى اللجان الفرعية الخاصة بالتدريب واللجان الخاصة بالإصلاح التشريعي ولجنة أخرى خاصة بالتدقيق والمراجعة والحوكمة. قال المهندس هشام عرفات وزير النقل إن قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية يحقق مكاسب، حيث تم نقل 4.5 مليون طن من البضائع بمكسب بلغ 300 مليون جنيه. كان الهدف من الجرارات اللي احنا جبناها امبارح ده هي تنبيه احنا محتاجين نقوي اسطول نقل البضائع عندنا في هيئه السكه الحديد. هيئه السكه الحديد بتنقل 4.5 مليون طن او 4.3 مليون طن حاليا، ده الريكورد اللي بتسجل سنه 2016. احنا السنه دي الحمد لله قدرنا نزود 70 الى 80 الف طن شهري زياده عن اللي كان بيتحقق السنه اللي فاتت، فاحنا متوقع السنه دي اللي احنا نحقق حوالي 6 مليون و8 من 10 مليون طن في السكه الحديد عن زياده عن السنه اللي فاتت. طبعا لو بصينا على الشبكه اللي عندنا اللي هي ممتدة من جنوب مصر لشمالها والخطوط العبدية لحد دمياط والسكة الحديد وصل عندنا في المواني لحد مينا دمياط وحتى عين السخنة واسكندرية، هتجد طبعا ان 4.5 مليون طن اللي احنا بنحققها دلوقتي و6 مليون طن اللي هنحققها السنة دي ان شاء الله ولا حاجة جنب هذه الشبكة. السبب الرئيسي كان ضعف قوة الجر اللي عندنا، فاحنا تلافينا الكلام ده واحنا عملنا التعاقد او البروتوكول امبارح بتاع ال 100 جرار، ان الجرار القوه بتاعته بتصل الى 4000 حصان، فطبعا المهندس يعرف كويس قوي التراكشن او قوه الجر لل 4000 حصان دول قد ايه مهمه بالنسبه لنقل البضائع. قال هشام عرفات وزير النقل انه سيتم توقيع اتفاقيه مع بنك التعمير والتنميه الاوروبي لشراء اسطول نقل للركاب بواقع 100 جرار بتكلفه تبلغ 292 مليون يورو. ده بكره غدا ان شاء الله هيكون في توقيع في وزاره الاستثمار على مع بنك التعمير والتنميه الاوروبي اللي هو الاي بي ار دي ان شاء الله ل 100 جرار اخر هيبقوا ان شاء الله ديفوتد للركاب او خاصين لنقل الركاب ان شاء الله عشان نقوي الاسطول نقل الركاب. فاحنا كده ماشيين بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبدعم القياده السياسيه في المشروع القومي للسكه الحديد. فعلا المشروع القومي للسكه الحديد عشان نقول فعلا عندنا سكه حديد صح، يعني القياده السياسيه دخلت في المشاكل بتاعه السكه الحديد، اقتحمتها، مشاكلها تتعلق في انها ضعف الجرارات عندنا، تتعلق في ضعف البنيه الاساسيه عندنا. احنا شغالين في البنيه الاساسيه برضو زي ما حضراتكم اعلنا قبل كده عن مشروع كهربه الاشارات، عندنا مشروع اسيوط نجا حمادي ابتدى اترسى خلاص اترسى على تلس من حوالي شركه تلس العالميه، هتبتدي تشتغل فيه بقرض من كوريا. فربنا يوفق ان شاء الله لو احنا ظبطنا البنيه الاساسيه وجت واستخدمنا هذه الجرارات الجديده، نوعدكم ان شاء الله ان يكون عندنا سكه حديد يعني مستواها مرضي تماما ان شاء الله. ادى طلاب القسم العلمي بشعبتيه الامتحان في ماده الكيمياء بامتحانات الثانويه العامه، كما ادى طلاب القسم الادبي امتحان علم النفس. وقال رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي في تصريحات خاصة لأون لايف، قال إنه تم الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 95.9%.
احنا اعلنا في المؤتمر النتيجه العشوائيه للماده الجغرافيا وكانت 95.9، واعتقد دي نسبه يعني مرتفعه جدا والحمد لله. النهارده كان حصيله اليوم النهارده في 4 حالات غش واتاحه على مواقع التواصل تم ضبطهم، و3 حالات غش لكن من غير اتاحه، وكان في حاله شغب واحده، وعزل ايضا 2 رؤساء اللجان سير، لان طبعا في كان عدم سيطره على اللجنه والسماح او يعني اداء اعمالهم كان ضعيف. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه الجوله الاخباريه من اونلاين، ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شهدت غدا ولي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والرابطة الفرنسيين في مصر. يهدف البروتوكول إلى حفر أبار مياه عذبة بمحافظة أسيوط في إطار جهود الوزارة لتحسين معيشة الفئة الأكثر فقرا والأولى بالرعاية. وعلى هامش توقيع البروتوكول، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي أن الوزارة تحاول التنسيق والمساعدة في توجيه الموارد التي تقوم بها مختلف الجاليات ومنظمات المجتمع المدني. بنحاول أن احنا ننسق ونساعد في توجيه الموارد اللي بتقوم بها مختلف منظمات المجتمع المدني أو الجاليات والروابط. رابطة المصريين المقيمين في القاهرة كانت كل سنة بتعمل احتفاليات وفعاليات وتجمع بعض الموارد من الشركات الفرنسية وأعضاء الجالية الفرنسية، ويقرروا أن هم يتبرعوا بها لجمعية ما أو لجهة ما. احنا مع وزارة التضامن ابتدينا نتيح بعض البيانات عن احتياجات المحافظات، يعني في احتياج للمياه في محافظة أسيوط في منشية البداري، فيبقى في تنسيق مع الدولة، تنسيق مع المحافظة وتنسيق مع الوزارة، بحيث أنه قبل ما الفلوس تتوجه لأحد الجهات للاستفادة منها يكون في مراجعة معانا الفلوس دي أكتر احتياج ليها فين. بدأت منافذ أمانة التابعة لوزارة الداخلية طرح كميات من كحك العيد لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة. وتعرض وزارة الداخلية سلعها الغذائية من خلال 700 منفذ ثابت و 134 سيارة متحركة، وذلك على مستوى الجمهورية. المنفذ بصفة عامة بكل السلع الاستراتيجية اللي موجودة في يعني المواطن محتاجة موجودة، فراخ، لحمة مفرومة، كبدة، سكر، رز، يعني كل السلع الاستراتيجية اللي تهم المواطن واللي يعوزها المواطن موجودة في المنافس بتاعتنا احنا كلها. فيعني احنا بنقدم خدمة، والاسعار مش هقول حاجة مثلا زي بره، لا احنا اقل، لان احنا منظومة في النهاية ما بتهدفش للربح، احنا بنعمل خدمة للمواطن. المنتجات كويسة والجودة بتاعتها 10/10، لان انا اساسا بتعامل معاه من ساعة ما فتح، يعني من ساعة ما فتح ومن ايام ما كانت اللحمة لا مؤاخذة ب36 لحد ما بقت ب60 وب70. تقدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار جنازة الملازم اول علي شوقي الشهيد الواجب الوطني الذي استشهد اثر تفجير عبوة ناسفة اسفل عربة امن مركزي بطريق الاوتوستراد بنطاق المعادي. واكد زملاء الضباط او الضابط الشهيد على اصرارهم بالاداء بواجبهم الوطني على اكمل وجه وتطهير مصر من الارهاب. أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع الإسكاني الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد سوف يتم الانتهاء منه في وقت أقل من الوقت المحدد له. وتابع الوزير في كلمته التي وجهها للفريق مهاب مميش أن المشروع سوف يتم العمل فيه على قدم وساق ليتم الانتهاء منه وتسليمه في عام واحد فقط. كان الفريق مهاب مميش واللواء كامل الوزير وصل لبورسعيد، حيث استقبلهما اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لوضع حجر الأساس بمدينة بورفؤاد. قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز تمكن من حصر 16.5 مليون مبنى، وذلك في إطار عملية التعداد التي بدأها الجهاز أبريل الماضي. وأكد الجندي في لقاء مع برنامج أسواق وأعمال أن هذه المباني ضمت 43 مليون وحدة سكنية. ما قلت لحضرتك خلصنا مرحلة المباني، وجبنا في مرحلة المباني مكون حصرنا 16.5 مليون مبنى، طلع ان في داخلهم
حوالي 43 مليون وحده، وحده يعني الوحدات اللي جوه المبنى، سواء وحدات سكنيه اللي جبناهم من المرحله اللي فاتت اكتر من 22 مليون وحده سكنيه، وجبنا حوالي 7.5 مليون منشاه، دول عملوا لنا حوالي 43 مليون وحده. احنا النهارده لما عملنا المنشآت في مرحلة المباني، طلعنا المباني الوحدات السكنية وغير السكنية، في المرة دي بقى رحنا للسكنية وبنجيب خصائص الأسرة وظروفها السكنية، ده اللي ابتدت من يوم 18/4 الماضي. قام محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد بافتتاح وتفقد عدد من مشروعات قطع الكهرباء بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 121 مليون جنيه. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الخدمات وتوصيل الكهرباء للمواطنين، حيث افتتح المحافظ لوحة توزيع بوسط مدينة مرسى مطروح والتي تعمل بجهد 22 كيلو وات أو كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه. كما تفقد المحافظ محطة محولات شرق مطروح الجديدة للوقوف على آخر الاستعدادات للانتهاء منها والمقرر خلالها الصيف الحالي بسعة 25 ميجا فولت أمبير. انهار جزء من عقار قديم غير مأهول بالسكان بحي الأربعين في مدينة السويس، لم يتسبب الانهيار في حدوث إصابات بين المواطنين بالشارع. وأكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد أن المنزل صادر له قرار إزالة منذ 15 عاما، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة الكاملة. ابتكر مجموعة من الباحثين بالجامعة اليابانية روبوتا دقيقا بذراع آلية يستخدم في العملية الجراحية الدقيقة، نظرا إلى أن العمليات الجراحية التي تستخدم فتحات جراحية صغيرة أصبحت أمرا طبيعي في عالم الطب وذلك بفضل الروبوتات، لذلك طورت الجامعة المصرية اليابانية روبوت دقيق بذراع آلي ذو انحناء كبير يحتوي على وصلات صلبة بدلا من الذراع المتسلسل الذي كان يعيبه استخدام أسلاك أشبه بالخيوط يمكن قطعها عند استخدام الروبوت في العمليات. الروبوت دوت هو روبوت جراحي بيستخدم في العمليات الجراحية ذات التدخل الأدنى، اللي هي بيتم خلالها بتعمل فتحات صغيرة في حتت معينة مثلا في جسم الإنسان، والروبوت دوت بيخش من خلالها، وفي فتحة تانية بيبقى يدخل منها كاميرا، والطبيب بيبقى شايف قدامه على شاشة الكاميرا ديت مكانها فين بالظبط، وبيقدر يحرك بإيده شوية زي حاجات كده بحيث ان هو يقدر يتحكم في حركة الروبوت دوت في جسم الانسان من جوه. الميزة بتاعت العمليات الجراحية اللي هي بواسطة الروبوت ديت ان هي فترة النقاهة بتاعتها قليلة جدا، ويمكن تطبيق واستخدام الروبوت الجديد في جراحات المناظير ذات التدخل الجراحي الادنى مما يعزز التكنولوجيا الجراحية المتبعة مثلا في الجراحات اللي هي جراحات اليوم واحد دوت. روبوت كان مشهور جدا اسمه دافينشي سيستم، ده اكتر روبوت بيستخدم على مستوى العالم في جراحات الروبوتات. البديل ليه بقى ان انا بستخدم روبوت متوازي مش روبوت متسلسل. الروبوت المتوازي دوت بيبقى فيه مثلا قاعده تحت ثابته وفي منصه بتتحرك، والمنصه دي متوصله بالقاعده الثابته عن طريق مجموعه من الاذرع، والميزه فيها ان الاذرع دي بقدر اتحكم فيها من بره جسم الانسان خالص بمثلا بمواتير وكلام ده، واللينكات من جوه بتبقى ريجيد. حاز المشروع على براءة اختراع من اليابان، وتم التعاون فيه مع بعض المؤسسات العلمية اليابانية لتتبنى هذا الابتكار وتجربته على الحيوانات مثل الفئران والأرانب. نهاية النشرة ولكم تذكرة بالعناوين. استشهاد ضابطين في حادث استهداف سيارة أمن مركزي بدائر المعادي. وزيرة التخطيط تؤكد أن الإصلاح الإداري لن يضر أي موظف في الدولة. وزير النقل يؤكد أن قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية يحقق مكاسب كبيرة. ألقاكم مجددا مشاهدينا على الرأس، سعدكم في أمان الله.